Good day my friends. How are you today? كيفكن أصدقائي؟ جاهزين لحلقة جديدة؟ Today we will have a revision. رح نعمل مراجعة للأشياء اللي أخذناها قبل. أخذنا قبل شو منقول؟ شو بقول أنا عن راسي بالإنجليش؟ My head. My arms. My hands. شو رأيكم نلعب مع بعض لعبة صغيرة تنتذكر هودي الكلمات؟ جاهزين؟ طلعوا شو عندي أنا. رح قلكن أنا الكلمة بالعربي وبدنا نجرب نلاقيها سوا بين الكلمات باللغة الإنجليزية. رح بلش بأول كلمة عندي المعدة. شو بقول للمعدة بالإنجليش؟ feet, arms, throat, stomach, leg, knees, fingers, shoulders, hand, toes, elbow, forehead. أي وحدة هي المعدة؟ stomach. yes, stomach معناتها المعدة. stomach. خلينا نكمل، بشيلها على جنب. هلأ عندي الأكتاف. هل الأرمز هن الأكتاف؟ no. leg, shoulders. yes, shoulders هن الأكتاف. كتفي اللي هو my shoulder. منكمل. هلأ عندي أصابيعي. شو بقلن؟ بقلن feet, fingers أو toes. fingers. toes هن أصابيع الإجرين. my fingers أصابيعي. وهلأ أصابيع إجري شو بقلن؟ my toes. excellent. my toes أصابيع الإجرين. هلأ عندي شو يعني أقدامي؟ القدم من تحت شو بقلها؟ my foot. مش أنا بقول إنه بلعب لعبة كرة القدم بقلها فوتبول. ليه بقلها فوتبول؟ لأنه بحركها بقدمي. foot قدم، feet هن الجمع. فإذا feet هون الأقدام. كمل. عندي هلا arms, throat, leg, elbow, hand, forehead. شو يعني الركبتين من تحت؟ شو بقلن؟ بقلن throat أو knees. knees. very good. knees. knee يعني ركبة. knees هو plural form. كمل. شو يعني جبين؟ hand أو forehead. head راس، forehead الجبين. هيدا الكارد. بعد عندي five. شو يعني ذراع؟ ذراع إلا my arm. وإذا بالبلورال بدي أقول بقول arms. arms. بينما أنا إذا بدي أقول إيدي مش ذراعي، إيدي بقول hand or leg. hand. excellent. hand. وعندي my leg رجلي. my leg. وبعد في اثنين عندي elbow و throat. أي وحدة معناتها الحلق من هون؟ throat. very good. أنا مبسوطة منكم يلي عم يعرفوا هودي الكلمات بيكونوا انتبهوا كتير منيح. throat الحلق. وآخر شي عندي elbow. where is my elbow? where is my elbow? my elbow. my elbows. إن شاء الله تكونوا تذكرتون. خلينا هلأ نتوقف مع فاصل صغير ونرجع منكمل حلقتنا. My nose, as you can see, I injured my toes and bruised my knee. Ow!
Ouch, it hurts from my toes up to my head. I think I would better lie down in bed. I hit my nose, as you can see. I injured my toes and bruised my knee. هلا أصدقائي بدنا نعمل سوا مراجعة. تتذكروا أخذنا من قبل إنه الأسماء فينا نقسمهم مجموعتين. أول مجموعة بقلها proper nouns، ثاني مجموعة بقلها common nouns. شو هن الـ proper nouns؟ هن الأسماء يلي بيحددوا. مثلاً إذا قلت أنا Grace، في أنا حيلا بنت إلا Grace؟ ما بقدر، لأنه Grace اسم عم بيحدد مين؟ اسم علم، اسمي أنا. بينما إذا قلت أنا Girl، فتاة، في يقول لكل بنت فتاة. Girl، she's a girl، she's a girl. كذا بنت بقلهم girls، أو كل البنات حتى، بس مش كلهم Grace. فإذاً girl it's a common noun، لأنه هو اسم جنس، في يقولوا للكل، لكل البنات. بينما Grace it's a proper noun، هيدا اسم علم، مش للكل، لأنه بيحدد. مثل كمان إذا قلت bat، bat is it a proper noun or a common noun؟ It's a proper noun، لأنه عم بيحدد أي صبي. بينما إذا قلت boy، boy ما عم بيحدد، هيدا اسم جنس، it's a common noun. فإذن إذا بدي حط أنا proper nouns، في حط Grace، في حط شمس، مس شمس، في حط كارول. هودي كلهم الأسماء proper nouns. بينما إذا حطيت أنا teacher، معلمة، it's a common noun. She is a teacher، she is a teacher، she is a teacher. كلهم معلمات. Teacher is a common noun. بينما لما حد تقول أي معلمة، أعطيها اسمها، اسم العلم، Grace، شمس، كارول. هود الأسماء هن proper nouns. وبدي إياكم تنتبهوا لشغلة، طلعوا بأول letter. كيف حطيته أنا؟ capital letter، لأنه أخذنا من قبل proper nouns دايما ببلشوا بكابيتال letters. excellent. هلا اصدقائي في عنا بعض التمارين رح نعملهم سوا لحتى نتدرب اكثر واكثر. بدي اياكم تفتحوا عينيكم منيح وتطلعوا على البورد. اول exercise عنا بيقول find the proper nouns and capitalize them. فإذن find the proper nouns and capitalize them. بدي أنا لقي أسماء العلم وبعدين لازم حط أول letter فيهم، it should be capital letter. أول جملة سارة was sick، سارة كانت مريضة. سارة هون is it a capital، is it a proper noun or a common noun؟ في يقول لكل البنات سارة أنا؟ لا. بينما لما أقول سارة لبنت معينة بكون عم حدد أنا شو اسمها، هيدا اسم علم. فإذا سارة بدي أعمل لها circle لأنه هيدا اسم علم، وبعدين بدي أجرب أرجع أكتبها من أول وجديد. الأس لازم تكون capital لأنه هيدا it's a proper noun. منكمل تاني جملة، I am searching for Lucky, my dog. أنا عم فتش أو عم ببحث عن Lucky، الكلب تبعي. Lucky، هل هو اسم علم؟ Lucky هو اسم الكلب. إذا أنا قلت أنا dog، في يقول لكل الكلاب dog، it's a dog، it's a dog، حتى لو كانوا مختلفين، لأنه dog it's a common noun. بينما لكي أنا عم حدد أي كلب. لنقول إذا أنا اسم كلبي لكي،
بيكون اسم العالم تبعه lucky. Lucky is a proper noun. بعمل له circle. بدي ارجع حط ال capital letter. كمل. Where is Beirut? وين هي بيروت أو أين تقع بيروت؟ بيروت هي مدينة. إذا أنا قلت city, city يعني مدينة. كل المدن بالعالم في يقلون cities. City, it's a city, this is a city. لو كانت بلبنان, لو كانت بسوريا, كلهم مدن. بينما لما أقول أنا بيروت, أنا عم حدد أي مدينة. هيدا اسم علم, لازم يكون كمان capital. فإذا it's a proper noun ولازم يكون capital letter. كمل رابع جملة. I have a new Mercedes. شو هي هيدي الكلمة؟ إذا قلت أنا I have a new car, كون حددت أنا أي سيارة؟ ما بكون حددت السيارة. السيارات كلهم they are cars. Car, it's a common noun. بينما لما حدد أنا أي سيارة, مثل هون قلت Mercedes, it's a proper noun لأنه حددت أي نوع. اكتبها. أول letter الأم لازم يكون capital letter. فإذا سارة, lucky, بيروت, Mercedes, هودي كلهم proper nouns. حطيتهم كلهم بدو يبلشوا بكابيتال لتر, حتى لو كانوا بنص الجملة وحتى لو كانوا بآخر جملة. طيب خلينا هلأ نقول كل proper noun منهم شو هو الcommon noun تبعه, يعني شو نوعه. سارة it's a proper noun. إذا بدي لقي الcommon noun تبعه اسم الجنس, شو بقول؟ سارة هي girl. Girl is the common noun. Lucky هون is a dog. Dog is the common noun. Beirut is a city. City is the common noun. Mercedes is a car. Car is the common noun. خلينا هلأ نرجع ننتقل للتمرين الأعلى. هيدا تاني تمرين لليوم. بيقول read the sentences and circle the common nouns. هالمرة بدنا نقرأ الجمل وما بدنا نعمل circle على proper noun, بدنا نعمل circle على common nouns. منبلش. جو is her cousin. جو ابن عمة. جو هل هو a proper noun or a common noun؟ عم حدد أي إنسان, أي شخص. جو, جو is proper noun, ما بعمل له circle. بينما cousin ابن العم, هيدا اسم جنس, it's a common noun. ما حددت أنا, ما قلت جو, قلت cousin. هون proper noun, هون common noun, بعمل له circle, بحطه capital letter. No, بس ال proper nouns لازم يكونوا capitalized. منكمل تاني جملة. I love flowers. Flowers, الورود, هل هو common noun or proper noun؟ هل حددت أي نوع وردة أو شو اسمها؟ ما حددت. فإذا it's a common noun, بعمل له circle. بكمل. Her brother played with her. Brother, أخ, is it a proper noun or common noun? My brother, your brother, his brother, هيدا اسم جنس, ما حددت شو اسمه أنا خيي. Brother is a common noun. كمل. The boss has left, يعني الباص مشي, فل. قلت أنا شو اسمه الباص؟ ما قلت. فإذا it's a common noun. كمل الجملة اللي بعدها. Birds migrate in winter. شو بيعملوا البيردز؟ شو بيعملوا؟ بيطيروا. شو كمان؟ بيهاجروا بفصل الشتاء. إذا بدي أقول أنا birds, الطيور, is it common or proper؟ حددت أي نوع أو شو اسمه الطير؟ ما حددت. فإذا birds, it is a common noun.
ليش هون بلشت بكابيتال لتر؟ لأنه سي أبيت بأول الجملة، لو كانت بنص الجملة بتركها مثل ما هي ما بحطها كابيتالايزد. آخر جملة There are many animals at the zoo، في كتير حيوانات بحديقة الحيوانات. Animals حيوانات، حددت أنا شو اسمه الأنيمال؟ Animals هو اسم جنس، it's a common noun، فإذا بعمل له دائرة circle. فإذا أصدقائي ما تنسوا، في عندي أنا مجموعتين، أول مجموعة proper nouns هني يلي بيحددوا وبيعطوا الاسم، وما في استخدمهم تحت ادعي حيلا حدا أو حيلا شيء أو حيلا حيوان، لأنه عم بيحددوا مين. بينما الcommon nouns هني أسماء الجنس، هني يلي بيحكوا عن شو نوعية. إذا قلت أنا مرسيدس قول نوعيتها مرسيدس، بينما شو أصلها هي؟ هي كار، كار اسم الجنس تبعها. بينما Grace شو اسم الجنس تبعي؟ Girl أو teacher. بينما Grace بتحدد it's a proper noun. ما تنسوا common noun proper noun، حطوهن على الدفتر عندكم واكتبوا examples تحتهم. نتوقف هلأ مع فاصل صغير وأنا برجع لكم. Farmer Rooster Wool Turkeys وهلا أصدقائي إجا الوقت حتى نكمل قصتنا. تتذكروا شو كان العنوان؟ العنوان Tell the time with Pooh. شفنا Pooh وشفنا تيجر صديقه، وتعلمنا كيف منقرى الساعة. أول شيء كانت الساعة 8 8 o'clock. لما تكون الساعة 8 الإيد القصيرة لازم تكون على 8، وإذا كانت الساعة 8 على الأد الإيد الطويلة بتكون على 12. Pooh is woken up by Tigger at 8 o'clock in the morning. مين وعي لبوه؟ تيجر وعي الساعة 8 الصبح. Hello Pooh, I found somebody just like me. قال له لقيت حدا مثلي. هو طلع عم يطلع على المراية. At 9 o'clock, Pooh and Tigger have Tigger's have breakfast. At 9 o'clock الساعة 9 شو صار؟ بلشوا ياكلوا الفطور تبعهم. Tigger tries some honey. وجرب تيجر ياكل العسل. بس هل النمورة tigers do tigers eat honey؟ هل هن بياكلوا عسل؟ No. Tiggers don't like honey. عم قولها هون تيجر لأن هو مسمى حاله تيجر، مع إنه tiger منقولها I تايجر إذا بدي أقول أنا نمر. هون اسمه it's a proper noun تيجر. فإذن أي ساعة عم يتروقوا؟ عم يأكل الفطور at 9 o'clock. بحط الإيد القصيرة the short hand على الساعة 9. At 10 o'clock Pooh takes Tigger to visit Piglet and Eeyore to find out what Tiggers like best to eat. بعدين على الساعة 10 هو أخذوا لتيجر لحتى يزوروا بيجلت and Eeyore. This is Piglet. This is Eeyore. To find out what tiggers like best to eat. حتى يكتشفوا شو بيحبوا للنمورة يأكلوا. Tiggers like everything except honey and acorns and sizzles. فإذن النمورة بيأكلوا كل شيء، بس ما بيأكلوا عسل ولا بيأكلوا نباتات اللي فيها شوك. قدي كانت الساعة هون؟ قلنا at 10 o'clock. فإذا short hand لازم تكون على 10. Pooh always likes a little something to eat at 11 o'clock in the morning. دايما Pooh بيحب يأكل شيء كمان على الساعة 11 الصبح.
There is plenty of honey at Rabbit's house. في كتير عسل ببيت الأرنب. وبو بيحب العسل وبيأكل عسل. Would you like honey or condensed milk with your bread? سألوا الرابت. بتحب تاخد عسل أو ملك حليب مع الخبز تبعك؟ قدي كانت الساعة هون؟ 11 o'clock. بقرب short hand على 11. هلا at 12 o'clock Christopher Robin is going to take everyone on an expedition. We're going to discover the North Pole. لوين اخدوا كريستوفر؟ بدهم يكتشفوا القطب الشمالي. قد ايه كانت الساعة؟ الساعة 12. Short hand على 12 واللونج هاند على 12 كمان. بو بيجلت رابت تيجر كانجا اندرو ايجور And Owl and Christopher Robin stop for lunch at 1 o'clock. Have you all got something to eat? سألون كريستوفر. فإذا أي ساعة وقفوا تيتغدوا؟ ساعة واحدة. بقرب أنا short hand على 1 واللونج هاند بيبقى على 12. At 2 o'clock, Pooh, Piglet and Rabbit have a rest in the sunshine outside Pooh's house. ساعة 2 شو عملوا؟ ارتاحوا شوي تحت أشعة الشمس قدام بيته لبو. Rabbit talks too much. رابت بيحكي كتير. Pooh goes to sleep. Pooh نام. قدي كانت الساعة؟ كانت الساعة 2 o'clock. بقرب على 2. وهلأ it is playtime. هلأ الوقت للعب. At 3 o'clock Pooh and Piglet, Rabbit and Roo play Pooh sticks. They wait to see whose stick floats out first from under the bridge. صاروا يلعبوا مع بعض. هلأ Pooh, Piglet, Rabbit and Roo معهم هن ستيكس. صاروا يزتون بالماي وبدوا يشوفوا أي ستيك بتفوش بالأول. كانت الساعة 3 o'clock. قربة على 3. Here comes your stick, Piglet. Oh no, it isn't. It's your. طلعوا هيك عم بيشوفوا الستيكس بقلب الماي. بس طلع هيدا يور بقلب الماي. تفاجئوا فيه. كريستوفر روبن has invited all his friends to a special tea party for Pooh at 4 o'clock. شو عمل له كريستوفر؟ عمل له حفلة. بقلب الحفلة بضيف تي يعني شاي at 4 o'clock. قربة على 4. There is a present for Pooh. في هدية لبوه. Open it, Pooh. What is it, Pooh? صاروا يسألوه. افتحها لنشوف شو هي. At 5 o'clock, it will be time to go home. ولما صارت الساعة 5, إجا الوقت حتى يفلوا على البيت. كريستوفر روبنز bath time is at 6 o'clock. أمتين وقت حتى يتحمم كريستوفر؟ At 6 o'clock. بقرب على 6. Pooh does not want to get wet and Piglet would rather not wash at all. Pooh ما بده يتحمم، ما بده يصير رطب، وبيجلت بتفضل انه ما تغسل حالها بالمرة. Pooh and Piglet are very tired after a busy day. Pooh Piglet كتير تعبانين لأنه كان نهار كتير فيه شغل، عملوا كتير اشياء. They go to bed at 7 o'clock and fall fast asleep. راحوا على السرير وناموا الساعة 7 وغفيو. وقد ايه كانت الساعة؟ 7 o'clock. وهلا اصدقائي خلص وقتنا. ما تنسوا بقول انا 1 o'clock بيكون short hand على ال 1 واللونج هاند على 12. رجعوا اعملوا مراجعة على الساعة. انا هلا اجى الوقت اترككم. بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي باي. A secret hobby that I share with nobody. I have a secret hobby that I share with nobody. Swimming, jogging, horseback riding, painting, singing, and dancing. All hobbies are fun, but my hobby is the best one. I love giving people who are in need. I love sharing, I care indeed.
I have a secret hobby that I share with nobody. I have a secret hobby that I share with nobody.